السلام عليكم، مرحبا فيكم في فيديو جديد من تختيم لعبة Little Nightmares الجزء الثاني. في الحلقة اللي راحت خلصنا الشابتر الثاني اللي هو مرحلة المدرسة، وان شاء الله في هالفيديو بنخلص الشابتر الثالث اللي هو مرحلة المستشفى. اذا ما انت مشترك بالقناة اشترك وحط لايك للفيديو، ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات. ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي، وصلنا الى المستشفى. هذا يعتبر بالنسبة لي أرعب شابتر في اللعبة، مخيف مرة. يلا يا سيكس، خلينا نفتح هالباب. أوبا، ليش في المستشفى مكان كذا؟ هل صار زلزال؟ وليش في أسرة معلقين أصلا؟ هذا هو السؤال. اوكي، سيكس بتعلمنا كيف شو اسمه نعبر في من هالمكان. اوكي، كفو عليك سيكس، ممتاز. اوكي ممتاز. وتشوف كيف الأسرة فيهم اصلا جثث او مريض نايم على السرير معلق في السماء. alright، ناخذ هالفيوز عشان نشغل الليفت. هذا الليفت. بوم، اوف، هذا الليفت بيطيح. يلا يا سيكس، بسرعة بسرعة بسرعة. مونو، بسرعة 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 بسرعة. واو، اوكي، هذا فلاش لايت، هذا بيكون مهم جدا في اللعبة. اوبا، وفي الشابتر هذا نحتاجه مرة. نشوف الدم في الأرض. المكان مرة مهجور. اوكي، هذه الجهة مسكرة، يبغون نروح من هنا. اوكي، وصلنا الى الاستقبال ريسبشن. عشان ندخل نستخدم المشروب الغازي عشان نفتح الباب. اوكي، هذا ثاني تلفزيون. شو اسمه نحصله في اللعبة. الاول كان في الشابتر الثاني. هذا زي ما قلت من قبل يمثل نفس جوع سيكس في اللعبة الاولى. اوكي، جينا مرة ثانية هالممر هذا، ونبى نعرف وش ورا الباب. اوكي، وسكس ساعدتني وطلعتني مرة ثانية.
هذه مرحلة المستشفى. طبعا فوق في باب، شوف في قفل، نحتاج مفتاح، نقدر نحصل المفتاح من هنا. واحدة من الدمى، في دمى هنا، شوف هذه الدمية صورتها فيها مفتاح، لازم ناخذ الدمية ونحرقها عشان ناخذ المفتاح. طبعا اذكر ان هذه هي الدمية فيها صوت. اوكي سمعنا الصوت، نروح ونحرقها عشان ناخذ المفتاح. وسكس دخلت معاها لعبة، يلا يلا يا سكس خلينا نروح نحرق هالألعاب. اوكي لا لا مونو حبيبي نايس، يلا سكس ارمي لعبتك نايس. هذا مفتاحنا، حين نروح نستخدمه ونفتح الباب. اوكي حين نجي ونفتح الباب هذا، يبغانا نحصل فيوز عشان نشغل اللفت. المستشفى ممتلئ بالاطراف الصناعية. اوه سكس تعال ساعديني عشان انط من دي الجهة. الحين بيجوا الاعداء، اللي مخلي اللعبة دي شوي او هالشابتر مرعب. كيف ايه تتحرك لحالها؟ alright alright خلينا نهرب نهرب نهرب. هل في اكثر من ايد؟ او اللي الشيء اللي كان مربوط، ايش اسمه الجزء الاصطناعي اللي كان مربوط فيه قبع او طاح. بسرعه 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 مونو، بسرعه 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 بسرعه، وراي وراي. نايس طبعا اكيد ما تخلص منه. اوكي قاعد يلحقني من ايش اسمه، من مجرى التهوية. نو 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 نو، اهرب اهرب. اوكي تعال يا حمار الحين براويك. ها وينك؟ ها ها خليني في حالي خلاص. وهذا الفيوز حصلناه. طبعا ما نقدر بعدنا، يبغى لنا فيوز ثاني، فلازم نروح للجهة اليسار فيها باب نحتاج ان نستخدم فيه هذا الفيوز عشان نفتح او نحصل الفيوز الثاني ونشغل اللفت. بوم نايس. اوكي رجعنا منه. سكس ايش قاعد تسوي؟ قاعد تلعبي مع الايد هذه؟ قاعد تكسريها؟ سكس ليتس جو. اي والله قاعد تكسر في الاصابع، مجنونه انت يا سكس او فاضيه؟ اي والله فاضيه. يلا تعالي تعالي بس نروح للجهه اليسار ونستخدم في
اللي هو هذا الفيوز عشان نحصل الفيوز الثاني ونشغل اللفت. اوكي بوم. طبعا الحين اوكي بنرجع احنا من هنا، هنا دقيقه الى نقدر نشوف الفيوز من هنا. الفيوز شوف هذاك الفيوز، فلازم نروح من ورا عشان ناخذ هالفيوز، ما نقدر نروح من ذي الجهه. تعال يا 6، طبعا بروح لحالي 6 ما بيجي معاي. هذا اكثر جزء يخوف في الشابتر هذا. اوكي هذا الحبيب واقف وساد علينا الطريق، فلازم نطفي الليت. بدأ يتحرك يوم انطفى الليت. انطفى الليت يتحرك. اوه انكسر، اخترب الليت. نو لا 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 وقع محلك. لا يا حبيبي باي باي. تتحرك انت بعد. اوكي فالحين نحتاج الفلاش لايت عشان شو اسمه. لا تتحرك عشان نوقفهم. اوكي ستوب. اوكي لا 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 محلك 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 قلت محلك. بس اهرب 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 اهرب. اوكي alright. قربوا مهلكم. لا لا اهرب. باي باي. alright هذا الحين في حركة محتاج نسويها عشان نكمل. هذا الحبيب قاعد على الكرسي، نحتاج الكرسي عشان ندخل هنا. فعشان يتحرك لازم نطفي الليت. طفي الفلاش لايت بعد عشان يتحرك. محلك. وقف يلا هروب هروب هروب. استخدم هذا عشان نعبر، واتوقع ان قربنا من مكان الفيوز. نايس بوم. اوكي اذكر هالمرحلة هذه شوي صعبة، كلهم بيطوا قريبا بيهجم عليك. وقف وقف وقف.
وقف وقف. لا لا هروب. اوه اوكي هذا الفيوز وحصلناه. بوم نايس. سكس وينش يلا استلمي عشان تفتح لي الباب من برا. بوم نايس. اما يمديك تحط الفيوز هناك عشان تفتح الباب ده. يلا ناخذ هذا وانتي ناخذ الثاني عشان نفتح او نشغل الليفت. يلا نايس بوم. يلا حطي الفيوز لاندش كده بينفتح بيشتغل اللفت. نايس يلا هذا اتوقع بياخذنا الى القبو. alright وصلنا القبو. بوم 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 نا صوت. هذا صوت الدكتور. The doctor. هو بنقابله قريب. نفتح هذا. رحين. أوكي ما نقدر نفتحه. You again? مرة ثانية أتعلم. ها. خلوني في حالي خلاص. آخ خلاص عاد. اوكي سكس تحت على المشاهدة. Let's go. تشوف هذه الأقنعة. هذه الأقنعة اللي تذكروا الطباخين حتى الجانيتر كانوا زي اللي كانوا عليهم أقنعة مو وجوههم الحقيقية. وطلع ان الاقنعة يتصنعوا هنا. الدكتور اللي هنا حين من قابله هو اللي يصنع هالاقنعة دي. Here we go. الدكتور الدبدوب. اوكي نايس. ليش ليش بشيك ليش بشيك. اوكي شيك على المريض مو مشكلة. اوكي شوف كيف السقف يهتز. اوكي نحتاج ان نفتح هذا الباب.
نحتاج ناخذ الالعاب الموجودين هناك. بس نستناه يروح بشوفنا لو قدامنا. ما شافنا. يلا يا حبيبي خلص فحص. اصلا المرضى اللي عندك كلهم ميتين. بسرعة بسرعة بسرعة. نايس. استنى بس يرجع ويروح مرة ثانية. ما شفتني عاد. يا حمار. يلا روح انقلع. اوكي كده ممتاز. alright كده ممتاز. فتحنا الباب. اوكي ما شافنا. ما في احد ما في احد. تتخيل. تتخيل. يلا حبيبي امشي. نايس. كده نقدر نكمل. اهرب. ما شاء الله انا وصلت 6 متناسقين في الحركة. alright اوكي. اطلع من هنا بس. نايس. بوم بوم. ونحتاج مفتاح كي لا اذكره ان ندخل من هنا. يلا يا سيكس تعالي. تحتاج تدفيني. نايس. very very nice يا سيكس. شكرا. نساعد بعضنا البعض. alright حين المفتاح. وينه يا هذا هو المفتاح. نحتاج ان نتسلق عشان ناخذ المفتاح. نقدر ندينا من هنا؟ لا ما ندينا. alright ما يمدينا نروح على الطاولة على طول. نستخدم الجثث اللي في الثلاجة. ثلاجة الموتى. شنطة يا مانو. اوكي كده افضل. alright الحين نجي ونط هنا كده نوصل. اوكي الحين ناخذ المفتاح. المفتاح المفتاح. نايس.
وين ايش يا سيكس؟ يلا اسحبيني. نايس ليتس جو. اصلا المفتاح ساعديني بس. نايس. عدد الجثث الموجودة في المستشفى مو طبيعي. alright اتوقع ان قربنا نوصل لنهاية الشابتر. الحين بنواجه وبيطاردنا الدكتورة كورونا. alright نحتاج فيوز. ها الفيوز هذاك هناك، بس ما دام موجود هنا ما نقدر ناخذه، فلازم نشتت انتباهها. نايس. اتوقع هنا في عنده مريض حي، يشوفنا بسرعة. سكس بسرعة. اها اوكي، عنده مريض حي، هذا على كم جهاز انعاش لازم نطفيه عشان ايش اسمه يجي يحاول ينقذه، ناخذ له فيوز انعاش. هذا هو المريض الوحيد الحي، الباقي يعتبروا دمى. alright اوه اهرب 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 اهرب. لا والله خلاص مات. يلا بسرعة بسرعة سكس، ناخذ الفيوز قبل لا يحس. نايس. alright يلا خلينا نحاش. let's go. هروب 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 هروب. طاح علي الراف. مرة ثانية ليتس جو. مانا حبيبي. هروب 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 هروب. أوه. أوه. بسرعة بسرعة بسرعة. اوكي الحين ننتقم منك. سكروا على الباب، نقدر نتركه حي بس نو ثانك يو. باي باي. وسكس الحين بتسوي حركة حقيرة، قاعدة تتدفى بعد ما حرقناها. يلا قومي 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 ليتس جو. تعالي.
وكذا نكون وصلنا لنهاية الشابتر. وصلنا إلى نهاية الفيديو، خلصنا في هالفيديو الشابتر الثالث من لعبة Little Nightmares الجزء الثاني. إن شاء الله في الفيديو الجاي بنخلص ونلعب الشابتر الرابع. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وإن شاء الله بأشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.